فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم. هنا شيخة تسأل عن أخذ التمائم أو عقيقة المولود بالدين أو بالمبلغ الآجل. من كان ليس عنده ما يشتري به عقيقة فليس عليه عقيقة في هذه الحال، لأنها إنما تكون على المستطيع. لكن لو أنه اقترض وله دخل ثابت، له دخل شهري ثابت ويريد أن يسدد هذا القرض من هذا الدخل فلا بأس به، فلا بأس بذلك. ولهذا سئل الإمام أحمد عمن يقترض لأجل شراء الأضحية، قال لا بأس وأرجو أن يخلف الله عليه. هكذا أيضا نقول بالنسبة للعقيقة، لو اقترض، لكن مهم أن يكون له ما يسدد به هذا الدين، يكون له مثلا راتب، يكون له دخل شهري، ويقترض لأجل شراء هذه العقيقة وسوف يسدد هذا الدين من هذا الدخل، فلا بأس بذلك. نعم، شكرا.